السلام عليكم جميعا، بدي رحب فيكم بالجلسه رقم 21 من One Skill 60 Minutes. هالبرنامج يلي عم تقدمه جمعيه ليزر يوميا خلال شهر رمضان المبارك. اليوم الجلسه مميزه ومختلفه عن باقي الجلسات يلي انعطت قبل، لانه اليوم رح يكون معنا 3 ضيوف محترفين، مش بس ضيف واحد، وبساعه واحده رح ياخذونا برحله في عالم الفوتوغرافي، السينماتوغرافي والبرودكشن. ضيوفنا جايين من إنتاجي برودكشن، معنا The Producer عمر عمادي، The Creative Director and Photographer زياد بنتي مزرعاني، و The Director of Photography عبد الله عبيد. عمر بنتي وعبد الله، أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم، نورتونا ونحن أكيدين رح تكون الجلسة كتير مميزة. أنا من عندي ما رح أحكي أكثر من هيك، رح أترك لكم كل المجال لألكم، فاتفضل. Thank you لألك. هلأ مبدئياً حيبلش معنا عبد الله Director of Photography، يعطي لمحة سريعة شوية صغيرة عن موضوع الكاميرا بشكل عام وعن السيتنجز تبعوا له. So ثانك يو اول شيء على الانترودكشن اللذيذه، ونحن بنهنيكم على هذه المبادره الحلوه، وكثير انبسطنا لما نحن فتنا وشاركنا معكم بهيك مشروع. صراحه انه قد ما فينا عم نجرب نحن ننشر التايب اللي نحن عم نمشي عليه، سبيشلي فروم انتاج برودكشن. مثل ما شفتي السكيلز، نحن ثلاثه من اصل 18 شخص غيرنا موجودين كمان عندهم سكيلز بالفوتوغرافي والسينماتوغرافي والاديتنج واتسترا. سو حيبلش معنا عبد الله. عبد الله عنده اكسبيرينس كثير حلوه، انا حاب شوي احكي انترو صغيره عن عبد الله. عبد الله شارك ب ام بي سي ذا فويس واكس فاكتور، عمل تور عربيه، صور بمعظم الدول العربيه، وسافر كمان على الدول الافريقيه، وسافر على يوغندا، وسافر على كثير محلات من وراء الاكسبيرينس والسكيلز اللي موجودين عنده. سو هو يعني حياتي شرح كثير سريع اليوم عن موضوع الكاميرا. تفضل عبد الله. Thank you. أول شيء مرحبا، عبد الله العبيد. صار لي بشتغل تقريبا شيء 11 سنة بالكارير. أول شيء بدنا نعتبر الكاميرا أو بدنا نعتبر الصورة هي ضوء، عبارة عن ضوء. الكاميرا هي مثل الغرفة اللي بده يفوت عليها الضوء يتسيب بقلبها الصورة، بعدين تطلع لعنا كصورة. أول شيء بدها تفوت، نعتبر انه الكاميرا هي غرفة عندها شباك بدها تفتح تاخذ الضوء ترجع تسكر. اوكي، في 3 قصص كتير مهمة للكاميرا للصورة تطلع عنا: الايزو والشاتر، شاتر سبيد، والاف ستوب. الايزو هو حساسية هيدي السنسر اللي عنا بقلب الكاميرا على الضوء، قد ايه بدي انا يكون حساسية السنسر على الضوء حسب اذا عندي ضوء كتير ولا ضوء قليل. اذا عندي ضوء كتير طبعا انا بنزل الايزو قد ما فيني، لانه بدي اياه يحسس شوية على الضوء، ما بدي يحسس كتير. اذا بيكون عنا عتم بصير انا بعلي ايزو كرمال يصير حساسية السنسر اعلى. تاني شغلة الشاتر سبيد، عبد الله انت معنا؟ بظن خرب من عندك صح؟ اوكي، بظن في مشكلة من عند الشباب، يلا ان شاء الله هلا بيرجعوا.
طيب لكن نحن رح نتواصل مع الشباب ونرجع لكم مباشرة. جيبوا حلال بنتي انت معنا؟ يس يس انا معكم. عندك فكره شيء شو صار عند الشباب؟ هلا عم بحكيهم لانه انا مش معهم بالمكتب، عرفت كيف؟ اوكي اوكي بظن انه الشباب عم يرجعوا. حكيت هلا عم يرجع يفوتوا. اوكي تمام. احنا بنعتذر نحن بلبنان. ولا يهمك معودين. اوكي لكن بنرجع بنقول الكاميرا هي مثل العلبة أو مثل الأوضة، بدها تفوت الضوء تسيب هيدي الصورة كضوء بعدين تسكر. عنا ثلاث قصص مهمة كتير ليطلع عنا الصورة. عنا الأيزو اللي هي حساسية السنسر على الضوء، وعنا الشاتر سبيد اللي هو سرعة إنه تفتح الكاميرا وتسكر السرعة تبعيته، وعنا الأف ستوب أو الأبرتشر يعني فتحة العدسة. هلأ اللانس فينا نعتبرها نحن مثل البرداية اللي بتفتح وبتسكر هون مثلا، بس بدنا نعلي اف، رح فرجيكم هون، بس نعلي اف كيف بتسكر العدسة تبعيتي وبتفوت ضوء اقل، وبس وطي اف بصير بتفتح العدسة تبعيتي وبتفوت ضوء أكتر. طبعاً هلأ الوطي أف هيدي 1.8، بالعادة كل ما تكون اللانس بتفتح بتفتح عدسة أكتر بتكون أغلى، يعني بتقدر تفوت ضوء أكتر وبقدر وفر بصير بالأيزو. الأيزو هو بس أنا علي حساسية السنسر على الضوء بتخف عندي الكواليتي. كرمال هيك نحن آخر شيء مفكر أن نعليه هو الأيزو. آخر الشيء عندي حرارة الصورة، يعني زرقاء ميلة على زراء أو ميلة على صفار، هيدا هو اسمه الوايت بالانس. هلأ قصة الأيزو بدي أحكي لكم بس شوي عن الأيزو اللي هو بس نحرك بالأيزو نكون عم نعمل حساسية هيدا السنسر اللي بيكون عاملينه هذا ميرورلس جديد. anyway قصة الايزو كتير حلوة. كان في عالم عربي من زمان اسمه الحسن ابن الهيثم، انسجن بوقتها انسجن وكان فايت على غرفته ضوء من عبارة عن ثقب هيك عم يفوت ضوء. شاف هيدا الحسن ابن الهيثم انه في صورة شجرة او الشادو تبع الشجرة علم عنده على الحيط بس مقلوب. فقال الحسن ابن الهيثم انا كيف بقدر سيب هيدي الشجرة على الحيط؟ قام جابوا شيء بيتغير على الشمس اللي هو الفضة كان بوقتها، ودهنوا فضة للحيط وفعلا يخبوا الضوء عنه
ويفتحوا ياخذوا الصوره. اول شيء اول صوره اخذت كثير وقت لانه ما كانوا يعرفوا قديش بدها تكون سماكه الفضه او سماكه الماده اللي حاطينها على هيدا على الحيط. فكانوا اول شيء ياخذوا كثير وقت لبين ما تنطبع الصوره وتطلع اكيد الكواليتي مش منيحه. سو حكيت لمحه سريعه انا عن الكاميرا شو هي. اهم شيء الايزو والشاتر والاف ستوب. هلا فينتي انت بتحكي شوي عن الفريمينج؟ يس. اوكي تفضل. هاي انا اسمي زياد. انا فوتوغرافر وكرييتيف دايركتور بانتاجي وانا فوتوغرافر اصلا بالحياه العاديه. صوري منشورين بكذا محل بكذا مجله عالميه وبفوغ ايطالي. وهلا حنحكي شوي نحن عن نرجع عن اللايتنج نرجع عن الفريمينج. بس حاعمل شير سكرين. عندك شي صفحه انت على انستغرام؟ اوكي سو شايفين معنا مع الباوربوينت ولا مبين؟ مبين عنه بس مبين زياد مبين يس. حعمل شوي مثل لمحة عامة عن اللايتنج. نعرف انه الصورة هي بلا لايتنج هي ما بتنطبع. من زمان كانوا العالم يفكروا انه نحنا كلنا بنعرف انه هي اقوى كاميرا بالعالم هي العين. فكيف بيقدروا يجسدوا شيء مكنة بتقدر توصل للكاباسيتي للعين هي بتقدر تعطيها. سو هن اخترعوا الكاميرا. يلي اختاروا على الكاميرا اول شيء بلشوا عم يصوروا هنا اسمه الفرير لوميير. هن لوميير برادرز. هن سنه 1909 و1915 نالوا كذا جائزه من افلام عملوها ومن صور اخترعوها. اول فيلم عملوه هن فيلم هن راحوا حطوا الكاميرا ثبتوها على مدخل مدرسه وصاروا عم بيشوفوا العالم كيف عم بيطلعوا من المدرسه كيف عم بيفوتوا من المدرسه وياخذوا الفيلم تبعهم. وهي الفيلم تبعهم كانوا يتسجل على بيليكول. كل نحنا بنشوف عنا بالبيت من صورنا القدم بيكون في مثل هيك شيء اسمه نيجاتيف. هذا هو يتحول لصور. حتى بالفيلم كان كله نيجاتيفات وكانوا من وراء هيدا النيجاتيف يحولوه لفيلم. فهنو عم بيقصقصوا الفيلم ويعملوا فيلم اديتنج. يعني كانوا قبل كانوا يعملوا اديتنج بالفيلم كانوا يقصقصوا البيليكول يسموه ببعضهم هيك كانت الاديتنج. سو شافوا انه بكل فريم من يلي عم تنطبع فيها الصورة هي صورة والصورة هي الفيلم. من وقتها هو طلعت فكرة الفوتوغرافي in general. الفوتوغرافي مثل ما قلنا أهم شيء هو اللايتنج. في شيء بالفوتوغرافي اسمه 3-point lighting. يعني هو اسمه the triangle of light. هو الكي لايت. هو يعني هو الضوء الأساسي اللي هو نحن نستعمل تنضب الأوبجكت تبعنا. اللي هو هون على معمول هون على جنب هو اسمه the key light. هو الضوء الأساسي يلي هو نحن بنستعينه. الباك لايت هو الضوء يلي بنضربه من ورا الشخص. هعطيكم شوي اكزامبل. اوكي الكي لايت هو مثل ما شفنا مثل اول صوره مضويينه كله للاوبجكت. ثاني شيء مضويين كي لايت ورم لايت او فينا نقول له ذا فيل لايت. الفيل لايت هو يعني على جنب شايفين هون في شادو. سو هن بيضربوا ضوء اقل شوي من الكي لايت من قوته للكي لايت تيخبوا الشادو يلي هو على جنب تصير الصورة well exposed. يعني well exposed يعني منا كتير محروقة منا محروقة ومنا كتير منا مضوية. وتنفصل نحن الأوبجكت عن الباكجراوند يلي ورانا يلي هي عنده لونها gray في شيء اسمه the backlight. The backlight هو بيكون جاي من ورا منضرب من ورا بس بيكون الانتنسيتي تبعه بيكون قوته أقوى من الفيل لايت. ليش اقوى من الفيل لايت؟ لانه نحن عم نصور نحن الباك لايت بيكون نحن بدنا نركز على الكتاف تبع الشخص. الكتاف تبع الشخص هني اهم شيء تنفصل عن الباك جراوند مثل ما بنشوف نحن مثلا بالتي في او بالبورتريات يلي بينزلوا. تنفصل الشخص عن الباك جراوند لازم يكون نحن مضويينه من ورا تنحدد الكتاف تبعه تنحدد الشعرات يلي من ورا ليصير في مثل انتر اكتف بين الصوره بين الاودينس يلي عم يشوفها. مثل ما قلنا اللايت هو اهم شيء تنطبع في الصوره. في كذا شغله بنقدر نستعملهم بالكاميرا واللايت هو بيساعدنا مثل
انه في الايسو والابرتشر والشاتر سبيد، هني اهم شيء هو الكاميرا تتلقى الضوء تفوت الضوء لها. بس بقلب الكاميرا في كذا شغله بنقدر نستعملهم يكونوا مثل حيله مشان نستفيد شوي من الضوء. حارجيكم شوي صور مستعملهم انا بتكنيك اللايتنج. هيدي الصوره مصوره سيلف بورتريت. اوكي سيلف بورتريت يعني انا مصور حالي فيها، بس انا مستعمل هون تكنيكات فيها كتير اضويه، بس ان الاضويه ما كانوا موجودين في الشيء بالكاميرا اسمه لونج اكسبوجر. نحن مثل ما قلنا الشاتر سبيد هو نحن بدنا نتحكم مثل ما تفتح الشاتر وتسكر الشاتر، هو نحن نقدر نتحكم بكميه الضوء اللي بدها تفوت. يعني كل ما تكون الفتحه والسكره هي بسرعه يعني هي حتفوت كميه ضوء قليله، كل ما الشاتر يكون عم يفتح بطيء يعني يضل تقريبا ثانيتين يرجع يسكر، يعني نحن عم نتلقى كميه ضوء كثير كبيره. بهيدي الصوره انا استعملت تكنيك اسمها لونج اكسبوجر. تكنيك اللونج اكسبوجر هي انه انا فوت الضوء زياده عن اللزوم وعملت بينتينج وذ لايت. هيدي التكنيك نحن انا عملتها. اول شيء ثبتت الكاميرا، حطيت الشاتر يضل مفتوح على 15 ثانيه، يعني الكاميرا عم تاخذ ضوء ل 15 ثانيه. خدت اول صوره، بعدين انا قمت على الكاميرا حملتها وصرت وجهها لكل الاضويه يلي بالانفيرونمنت تبعي، بال يعني ضوء الطريق ضوء بيوت. سو انا عملت شيء اسمه painting with light. هاي التكنيك نحن بدنا نستعملها اسمها long exposure. هروح شيء ثاني كمان شوي long exposure مثل هيدي الصوره. كمان هيدي الصوره هي صورتين مع بعض، نحن مثل ما قلنا في key light، في الفل لايت وفي الباك لايت. انا هون مستعمل شوي باك لايت ومستعمل كي لايت، الفل لايت ما بدي اياها. سو بهيدي التكنيك انا فتحت الشاتر سبيد تبعي 8 سكندز 8 ثواني. هو مفتوح الشاتر 8 ثواني، كنت عم طفي الكي لايت وضوي الكي لايت تطبع صوره ثانيه، لانه انا كل ما يكون عندي كي لايت قويه بطفيه ارجع ادوره الكاميرا هي حتستوعب انه نحن عم نطبع صورتين ورا بعض. سو بهيدي التكنيك نحن كمان بضمن الاوفر اللونج اكسبوجر. مثل ما نعرف كمان كلنا سوا انه باللايتنج فينا نخبر خبريه، يعني كيف انا بنخبر خبريه بالسكريبت، بس نكتب سكريبت لفيلم او نكتب قصه او نخبر خبريه نحن قاعدين مع بين رفقاتنا، الضوء هو بيقدر يخبر خبريه كمان. حأرجيكم صورة. يس هيدي الصورة أنا أخذتها بضوء تليفون. أوكي حاسس إنه حاسس فيش إنه كيف أخذها أنا بضوء تليفون ومضوية كلها سوا. في الشيء الذكي نحن بنقدر نفكر فيه قبل ما نصور كل صورة إنه في آيتمز نحن بنقدر نستعملهم بيوسعوا الضوء وبيعطوا مثل تكستشر على الوجه مثل ما شايفين هون بالصورة. سو أنا هون كان معي كاميرتي بس ما كان معي انا اللايتنج تبعي وبدي اخذ هيدي الصوره. سو جبت ضوء تليفون حطيته وحطيت قبيله قنينه مي فيها مي. سو نحن بس نحط مي على ال بس 1 مينت لانه في سؤال يمكن. الشاتر سبيد لازم يكون في بلاك باك جراوند. لا لا ما خاص يكون في بلاك باك جراوند. لا اوكي انا حطيت انيت المي وضربت عليها الضوء من التليفون. سو عطتني هيدي التكستشر يلي موجوده هون على وجه للموديل. سو يعني نحن نفكر حتى نحن لو بدنا نصور ما ضروري نحن نطلع ويكون معنا اكويبمنت، يعني محملين مثلا سياره مليانه اكويبمنت مصور. فينا نصور بقصص كثير مينيمال بمينيمال اكويبمنت، بس انا بس اطلع على تصوير بيكون معي بطاريه اكسترا ميموري وفلاش لايت بس ان كيس عزته وريفلكتر. يعني نحن بمينيمال اكويبمنت نحن عنا اياها نطلع الصوره، يعني الصوره ما نحن بنكون نحن متخيلها. هيدي الصوره اخذتها لفلاكس ومحل بالكويت مشان اللانسز. هيدي الصوره مستعمل فيها التكنيك تبع تراينجل اوف لايت. حاشرح لكم شوي. هون نحن عنا الكي لايت مضروب على هيدي على وجهه للموديل من هيدي المانجا.
لايت يعني تعبي الشادو تبعه. حبيت عبيه باللون باللون اللو. طب انا عملته هون مش يعني طيعت كونتراست بين اللون اللانسز والباك جراوند اللي احنا مستعملينه. جبت ضو حطيت عليه مثل شيء اسمه جيل جيل بلو سي تي او. هيدا الجيل بكون لونه بلو، نحن نحطه على الضو بصير الضو يتغير لونه. نحن انا استعملت بهيدي الصوره سي تي او يعني البلو جيل، والباك لايت كنت انا مستعملها بطريقه شوي ذكيه انه كانت الباك جراوند انا بلاك، واذا انا بدي اضرب على تياب وهو لابس بلاك بصير انه كثير مونوتون الصوره، منها تخبرني خبريه او منها توصل المساج للاودينس اللي بده يحضر بصوره صار الفكره بسرعه. قررت احط هيز. هيز هو مثل اللي شايفين ورا مثل الدخن اللي طالعه ورا، ضربت عليه ضو لونه بلو. انا بهيدي الصوره عملت التكنيك ذا تراينجل اوف لايت، استعملت ذا كي لايت اللي ضربته على وجهه للموديل، ذا فيل لايت استعملت ذا بلو جيل هون على وجهه الثاني للموديل، وصلته بينه وبين الباك جراوند بهيز بدخنه وضربت عليها البلو لايت. هون بصير في صوره ويل اكسبوزد، منا اوفر اكسبوزد. اوفر اكسبوزد يعني كثير مضوايه، ومنا اندر اكسبوزد يعني منا مضوايه. هي هون الصوره هي بالانس. حأجيكم بعد this picture. هيدي الصورة استعملتها بفنانة كتير معروفة اسمها لينا شاماميان بالفيديو كليب تبعي اللي ما نزل. يعني هلأ هي اكسكلوزيف عنا هون على الشانل. هيدي الصورة نحنا كشي الألبوم تبعنا عم تعملو بس one minute يمكن في كامل. اوكي هيدي الصوره هيدي هي المطربة اللي اسمها لينا شاماميان. This picture حبيت انا ورجي الفيلينج يلي هي كنت عم بتحسه بقلب الفيديو كليب تبعها، بس قدرت خبرته لهيدا الفيلينج باللايتنج بروسيس يلي هو كمان اسمه ذا تراينجل اوف لايت. واهم شيء اهم شيء تحطوا براسكم اهم شيء شيء اسمه تراينجل اوف لايت. بهيدي الصورة أنا استعملت two lights، استعملت the key light يلي هو مضروب من ورا، يعني هو جاي شوية tilted down، يعني هو كان عالي وتقريباً 45 degree نازل نزول، هو ضارب على راسه من هون للينا وضارب على ورا. استعملت أنا the fill light، كنت أنا ضربه من حد التخت هون جدو وضارب على جسمه من قدام. بس انا ما استعملت the backlight. ليش؟ لما استعملت the natural light يعني هو ضوء الشمس، يعني ما في شيء ضوء اقوى من كل الاضوية الموجودة بالحياة غير ضوء الشمس. انا استعملت الضوء اللي جاي من الشباك هون مثل ما شفنا، بس قدرت خففه للضوء بس حطيت قباله برداجة. هو كان في برداجة الارت دايركتور هي حطت برداجة هون. انا استفدت من هيدا الشيء، هيدا لانه كانت لعبة كتير ذكية تخف الضوء اللي جاي من برا شوية to fill something هون، وحبيت خلي هون شوية على خدها شوية dark. This picture هي كانت يعني top picture لكل الألبوم تبعها، واستعملت فيها the triangle of light. هنحكي شوية مثل ما بتعرفوا أنا فينتي، أنا اسمي فينتي as vintage. كتير بحب ال vintage photography و vintage storytelling. بال vintage storytelling في كتير قصص باللايتنج فينا نلعبها، مثل بهيدي الصورة. بهيدي الصورة كنت أنا مستعمل the natural light ضوء الشمس مثل ما كلنا نحن شايفين، ومستعمل extra flashlight. flashlight مش الستروب أنا كنت حاطط، مش يعني مثل بتشوفون الشماسة والسوفت بوكس محطوطين، لا استعملت هذا اللي ركب دغري على الكاميرا ويضرب على الأوبجكت يلي بدي إياه. وثرو انه كان كثير في ضوء قوي نحن بهيدا الشوت، وكان الشمس كثير يعني الحراره كانت تقريبا شيء 25 درجه، يعني ما في غيوم والشمس كثير قويه. انا قدرت اكسر الرولز. اكسر الرولز هيدي كثير نحن بنسمعها وبنقول يلا انه انا بدي اكسر الرول، بدي الرول اوف ثيرد بدي شيلها،
وبدي استعمل انا بدي اكسر هيك لانه اذا حدا سال ارسل له انا فوتوغرافر. لا على طول كل ما بدنا نكسر رول نحن لازم يكون عندنا تبرير لها، مش تبرير انه تنسكت العالم اكيد لا، تبرير علمي او تبرير منطقي. نحن تقريبا بسنة 1970-1960 كانوا يستعملوا مش الديجيتال كاميرا، كان كاميرا الفيلم كاميرا كيف ما نعرف هي بيكون في ورا نيجاتيف، بيكون في فيلم منصور منظهر كل القصص، بس ما كان في كتير تكنيكات تقدر مثل ما قلنا عبد الله انه نتحكم بالضوء، نتحكم بالايسو، نتحكم بالشاتر سبيد، كيف فينا نتحكم فيهم بس بطريقه مش كتير بروفيشنال. So that's why كانوا يستعملوا الفلاش لايت ويستعملوا شيء اسمه ديفيوزر تخفف قوة الضوء. أنا بهذه الصورة مثل ما قلت لكم استعملت الكاميرا تبعي يلي هي كانت 5D Mark III مع الـ 24-105mm lens. كانت الـ F-stop تبعي كانت حطتها أنا 22، يعني كانت كتير ضيقة، يعني محل ما بيفوت الضوء كان كتير ضيق، يعني عم تاخد ضوء كتير قليل. كانت حطت الشاتر سبيد 1/200 والايسو اكيد كنت حاطته 100 لانه في كثير ضوء موجود عندنا بال على السات. سو بهذه الطريقه انا ضربت الضوء دغري على وجه الموديل. سو بس احنا نشوف هذه الصوره بيصير عندنا فيلينج انه هذه الصوره مصوره هالسنه، هالصوره مصوره 1960. سو نحن هذا البيربس من ورا هذا الفوتوشوت كان انه نحن نرجعكم على الايرا القديمه، يعني الايرا اللي هي تقريبا من 1960-1970، وهذا الشيء اللي ساعدني توصل هذا اللانجاج تبعي، هذه اللغه تبع الكاميرا تبعي هو الفلاش لايت او اسمه دايركشنال لايت. حنروح على شيء ثاني كمان. اوكي سو هذه الصوره هي بورتري بلاك اند وايت. اوكي بالتصوير نحن في شيء اسمه بورتريت في شيء اسمه لاندسكيب. البورتريت هو نحن بس نصور شيء بالطول، تكون الكاميرا نحن عندنا اياها بالطول بالفوتوغرافي عم بحكي. وفي شيء ثاني اسمه لاندسكيب يعني الكاميرا نحن بنكون محللينها نحن بالعرض، يعني فينا نصور نحن بالطول وفينا نحن نصور بالعرض حسب ما يعني الفوتوغرافر كيف بده الصوره تكون او كيف الكلاينت بده الصوره تكون، شو بده يوصل من وراها. سو بهيدي الصوره انا استعملت تو تايب اوف لايتس، ما استعملت تراينجل اوف لايت. يعني كيف حدا بالكومنت عم يسال عم بيقول انه حتى لو كانت الباك جراوند سوداء. سو بهيدي الصوره انا كنت عم صور بورتريه لموديل بس كنت عم استعمل the key light with the backlight but the backlight كان بطريقه غير عن الكي لايت. the key light كنت انا ضربه هون على وجهه للموديل وهون، بس انا كنت مستعمل the backlight مش لورا تفصل عن ال مش تفصل عن الباك جراوند، كنت عم بستعملها تفصل تضوي لها شعره من هون. سو انا هون شوي كسرت الرولز، بس انا كسرت الرولز كان بدي انا وصل هيدا الفيلينج انه الموديل مش مرتاحه، الموديل عندها انزايتي، عندها قصص تشيك يعني قصص نفسيه، عقد نفسي يمكن. هيدي الصوره اسمها the conceptual photography، يعني انا بهيدي الصوره بدي اخبر خبريه، بس انا عم خبر هاي الخبريه لازم استعمل اللايتنج، لازم استعمل الفريم تبعي اللي انا عم استعمله، لازم استعمل الكاميرا سيتنج اللي انا بدي اياها، والموديل تكون هي كثير منسجمه انا وياها. كثير انه اذا ما كان في انسجام كثير بين الموديل وبين الفوتوغرافر الشوت يعني حيروح على الزباله من الاخر. اذا يكون في كثير ريلاسيون اوموجين بين الفوتوغرافر وبين الموديل. سو مثل ما نحن بنعرف في شيء اسمه فريم. نحن في شيء على طول نحن بنستعمله كلمه كل ال اللي بالدومين بيقولوا فريم. الفريم تبعنا في شيء اسمه the rule of thirds. بس
الرولز تبعنا بالفوتوغرافي اسمها the rule of thirds. The rule of thirds هلا انا حارسم لكم اياها. اوكي the rule of thirds نحن كل ما نفتح كاميرا سوري بس منون قليني كتير. اوكي نحن كل ما نفتح كاميرا التليفون او كاميرا الكاميرا اوقات نحن بنشوف شيء هيك كتير مربع ومنفكر انه بدي شيلها يعني عم تزعجني بس هيدا هو الرول الاساسية اللي بيمشي عليها كل شيء the rule of thirds يعني في نحن عنا نقطة هون في عنا نحن نقطة هون في عنا نحن نقطة هون في عنا نحن نقطة هون يعني نحن الأوبجكت اللي نحن عم نستعمله في يكون محطوط يا على هيدا التركز على مثلا نحن عنا عم نصور كلب أوكي نحن بدنا نركز على العين تبعه لأنه العين تبعه كتير يونيك كتير غريبة لونه غريب ما بعرف سو نحن نجرب بالفوتوغرافي إنه العين تكون على one point من هدول four points. So هيدا هدول point هو اسمه the point of strength. يعني هيدا النقطة القوة بالصورة. يعني بس نحن نفتح هاي الصورة دغري بتجي التنشن تبعنا على فرد شغلة يلي هي يا هيدي النقطة يا هيدي النقطة يا هيدي النقطة يا هيدي النقطة. بس نحن we can break the rules عطول يعني وين ما كان. So فينا نحن عطول نحن اوقات بنشوف مثلا بيكون في موديل واقف هون بس ما بتكون لا على هيدي النقطه ولا على هيديك النقطه سو هون شوي نحن كسرين الرولز بس بطريقه ما تزعج العالم هنشوف هلا فوتو مكسور فيها الرولز هيدي الفوتو موديل هي ميشيل وهبه هي بتمثل على التي في سو بهيدي الصوره انا كسر الرولز وكسرهم كتير بس أنا عندي purpose تأكسره so نحن بهذه الصورة أنا أخذها مش على ال أنا مش أخذها على ال rule of thirds so أنا هأرجيكم now طب انا هون حارجيكم هلا الرول اوف ثيردز اللي انا مستعملهم بس مش مبينين سو الرول اوف ثيردز مثل ما قلنا نحن بيكونوا في هون واحد وهون واحد وهون وحده وهون وحده هون وحده سو so هن عنا فور بوينتس الفور بوينتس اللي هن نقاط القوه مثل ما احنا قلنا سو بهيدي الصورة ما كان في ما استعملت rule of thirds وأنا كسرتها بس أنا كسرتها توصل الفيلينج يلي ميشا هي كانت عم بتحسه يلي يعني المساج اللي احنا بنوصله through this photoshoot اللي هو كان the fear الخوف the fear of unknown الخوف من شيء مش معروف شو هو سو نحن قررنا انه نكسر الرولز بهيدي الصورة يعني الإيدين فوق مقطوفين يعني نحن بس عنا هون one point نحن مستعملينها يلي هي النك تبعها يعني هي الرقبة لأنه بالبسيكولوجي أو بالقصص البسيكولوجية بالفوتوغرافي يعني القصص البسيكولوجية بالصورة لأنه أكيد الصورة عندها قصص بسيكولوجية أنه الرقبة هي نقطة ضعف فنحن نحن قررنا أنه نأرجع نقطة الضعف ببارت من الجسم يلي هو أنه محطوط بكل جسم إنسان يلي هو الرقبة So with this picture, نحن كسرنا rules تبعنا. بس عم بقرأ الكومنت بس ممكن سؤال كان عندي مشكلة. مشكلة بالشات أو مشكلة. أوكي. حأرجيكم أنا كم صورة شوي هن عندي بيفوغ إيطالي. صراحة لقفتنا على البورتفوليو تبعي بيفوغ. هيدي الصورة سو كل العالم بيقولوا مثلا انه هيدي الصورة مكسور فيها الكستين شوي رولز فيها او شوي غريبة بس هيدي الصورة اسمها ستوري تيلينج هيدي الصورة عم تخبرنا خبرية هيدي الصورة هي دوكيومنتري لشخص
هيدا الشخص اسمه عموتو. انا حخبركم شوي الباك ستوري تبع عموتو تو. ركزوا شوي بالصوره وبالالمنتس اللي هني موجودين بقلب الصوره. هيدا عمو اسمه عمو توتو اي كي اي عمو توني، يلي هو صياد بيتصيد على كور الباترون وبيعيش بالباترون وقعد بينام بالقارب تبعه يلي هو موجود بالباترون. سو هي اول جمله قلتها، بس انا وعم اقول الجمله يعني انتم بتقدروا تلاحظوا انه البنطلون تبعه هو مش بنطلون. بنقدر نلاحظ انه مراتهم برقبته تبع السمك، نقدر نلاحظ انه على راسه ما عنده شابو بس هو حاطط الشمله يلي بيستعملها بالبحر. عمو توتو ما بيعيش الا ما يتصيد سمك ويبيعه لكل محلات السمك بالباترون. عمو توتو وتريحت عم بعمل عم صور الصوره واساله كذا سؤال تعرف الباك ستوري تبعه، كان عم بيقول لي انه انا اذا شي نهار فيه وما بكون بالبحر بحس حالي غلط. وهو على طول الفير تبعه الخوف تبعه كان وقتها كان هو ايام الشتويه. سو ايام الشتويه المي بتكون شويه معوكره، يعني الرمل والمي بيكونوا كتير مخلوطين بين بعض. سو انا استعملت بهيدي الصوره الالوان الترابيه، يعني الكالرينج اللي انا عملته بالصوره الاديتنج تبع هيدي الصوره كانت اللون المي المعوكره يلي كان بالبحر يلي عمو توتو هو كتير بخاف منه. سو هيدي الصوره كتير عم تخبرنا ابعاد، كتير لها ابعاد. هيدي اتس اي دوكيومنتري، هيدا عم نعمل دوكيومنتاسيون لهيدا الشخص يلي يمكن ما كتير عالم بيعرفوا قصته، بس من ورا هيدي الصوره دغري رح تنعرف، مثلا ورا في السنارات، من ورا في هيدا اللي بكبوه بالبحر تيصيدوا في سما وكذا شغله. هنروح على تاني صوره بفوغ يلي هي عمتي. هيدي الصوره انا استعملت فيها the triangle of light اكيد، بس through the natural light. هلا بخبركم كيف اخذتها، بس حاعطيكم كمان باك ستوري لانه هيدي الصوره هيدي دوكيومنتري كمان كانت لفوغ، دوكيومنتري عن عمتي. هي عمتي اسمها نجلة، عمرها هلا 76 سنه، بس عمر عقلها 8 سنين. يعني هي صار عندها تاخر ذهني وقتها كان عمرها 8 سنين، وقفت مو عقلها، وهلا هي يعني عمرها 76 سنه بس عمر عقلها 8 سنين. انا كنت بدي اقدم انه في كثير عالم مثلا بيكون عندهم هيك كيات بالبيت والقصص، بس اوقات مثلا يا بيستحيوا منا يا ما بيحبوا كثير يرجعوا للعالم. سو بهالطريقه انا قدرت اعمل دوكيومنتاسيون لنجلة. سو هيدا كمان اتس اي دوكيومنتري لنجلة، وانا قدرت اخبر القصه بالتكنيك اوف لايت. يعني هذه الصوره كلكم يمكن بتفكروا انه هيدي محطوطه اخذها باستوديو او شيء، لا، هذه الصوره بكل بساطه بالاوضه عندي. انا جبت شرشف ابيض علقته على الخزانه، وانا دغري حدي في شباك، بس الشباك في عليه قضبين حديد. اوكي، سو انا فتحت نص شباك يلي هو تيبين شوي قوه الضوء يلي جاي هون على نجلة، يلي هون عامله مثل الضوء كثير قوي، وانا هون رجعت سكرته للشباك تيصير هون يخف الضوء تينقطع الضوء لورا. سو نحن هون كانه نحن حطينا كانه هي بحبس، بس هي مش بحبس، بس هي اذا نحن نحللها شوي از اي كونسبت والفوتوغرافي انه هي محبوسه ب 8 سنين يوقف محل انه محل ما وقف عمر عقلها. سو بهيدي الصوره قدرت خبر قصه عمتي نجلة من خلال الضوء اللي استعملته. هي كمان كانت عم تطلع بالضوء والضوء كثير عامل ريفلكشن على عينها هون. سو فينا نعطي انه بهيدي الصوره كان في هو، فينا نعطي انه هي محبوسه بالعمر اللي هو 8 سنين. اخر صوره حنحكي عنها هي كمان بفوغ، ما حاجيكم كل الصور لانه ما مخلص اليوم، اللي هي اخذتها تقريبا بال 2020. بس في كومنت يمكن ليش استعملت لون الابيض مش لون تاني؟ قصدك اللون الابيض بالصوره اللي قبل، يعني الشرشف هو كان لون ابيض. إذا كان هو إنه الشرشف وراها استعملت لون أبيض، لأنه إذا استعملت لون الأسود هو ستوري تيلينج عم بحكي، مش عم بحكي فوتوغرافي. لون الأبيض بدل على الهو، بدل على إنه في أمل، بعد في أمل. إذا استعملت أسود هو في يكون هيدي المساج واصلة، بس ما بتوصل بالقوة يلي هي كانت وراها أبيض، ووقت اللون الأبيض بضوء الشمس يلي جاي من الشباك. إنه بتمنى يكون جاوبت على سؤالك.
بهيدي الصورة أخذتها تقريباً محطوط هون الدات ب 18/5/2020 بهيدي الوقت كان بأمريكا كانوا عم يعلقوا السود والبيض، كان في كتير كونفليكت وتجوجاش على جورج وصاروا يضربوه. سو من هون طلعت شيء اسمه طلع Black Lives Matter اللي هو الهاشتاج اللي طلع وورلد وايد، والعالم بلشوا يعملوا كامبينز، صاروا يعملوا صور، صاروا يعملوا حملات توعيه. سو انا بهيدي الصوره كمان حبيت اعمل ستوري تيلينج، بس هيدي اتس نوت اي دوكيومنتري، اتس اي بورتريت، اتس اي بورتريت بس انا باللاندسكيب فيجن تبعي. سو بهيدي الصوره جبت بلاك وومن وجبت انا وايت وومن. البلاك وومن اللي جبت انه حبيت تكون كتير انه عاديه، مينيمال، مش انه كتير حلوه، انه تكون عاديه. الوايت وومن جبتها انه هي زي بروفيشنال موديل، وفي شيء بوجهها شوي غريب، يعني تنقدر انه في شيء غريب بس في شيء مش غريب بوجهها. انا بهذا الفوتوشوت الوايت وومن لبستها بلاك، البلاك وومن لبستها وايت، بس مثل ما تشوفوا بالكومبوزيشن تبع هيدي الصوره انا تبع الرول اوف ثيردز، على عين ديميس يلي هي هيدي الموديل، وعلى عين كلارا يلي هي هيدي الموديل. سو مثل ما شفنا هون في سورس اوف لايت كتير قويه ضوئيه، هون في سورس اوف لايت بس خفيفه جاي على جراي. سو انا هون كنت بخبر الخبريه بالصوره انه ايه يعني فيها تكون ال يعني الصورة انتو اذا قلبتوها بالمالتين تانيتو عم بيطلعوا فيكم، تانيتو عندهم ذات الحقوق، تانيتو عندهم ذات المبدأ بالحياة. حتى اذا حطيتوها الصورة بالطول بالدلار عم بتطلع فيكم، حطيتوها بالعب كيف ما كان عطولهم equal. So بهذه الصورة حبيت كمان ارجع هيدا الشغلة through the natural light اللي عم استعمل انا ضوء الشمس يلي موجود هون يلي ضارب على وجهن للاثنين models. So بتمنى تكونوا شوية انبسطتوا بالقصص اللي عطتكم إياها أو استفدتوا، أو يمكن صار عندكم فكرة أو حشرية تفوتوا تعملوا ريسيرش على قصص بالفوتوغرافي أو باللايتنج أو بالهاو تو تيل ستوري ثرو أي فوتو. So هلا حخلي عمر يكفي معكم. ميرسي. ثانك يو زياد، يعطيك ألف عافية. أول شيء بدي أعتذر عبد الله مضطر يمشي لأنه هو بملتزم بالتصوير. ثاني شيء بدي أتشكر فينتي صراحة، يعني عطى الموت تكنيك كلياته وشرحه بشكل كتير مبسط، وبنفس الوقت كتير كان فايت على ديتيلز. يعني حتى شخصيا أنا كنت عم بستفاد من هذا الشيء عطيته فينتي، يعطيك ألف عافية. وبنتشكر عبد الله أكيد كمان. أنا هأحكي شوية صغيرة عن شقين مختلفين. أنا اسمي عمر عمادي، بروديوسر ودرون فوتوغرافر أو درون أوبريتر مثل ما بيقولوا. مش رح أحكي مو تكنيك، رح أحكي شوية صغيرة عن واقعية هذا العمل أكثر. أنا بلشت بهذا الدومين بال 2016 كمدير إنتاج بعدة بروجيات مختلفة، ومين اللي كان أكثر شيء عن الإعلانات. صراحة حسيت حالي لما فتت بهذا المجال، حسيت حالي فتت بعالم كتير بيشبهني. الدور اللي كنت عم بلعب هو دور تنظيمي أكتر، مش دور تكنيك أو دور من شأن الكرياتيفيتي الفنية. فينا نقول كرياتيفيتي لأنه الإنسان الكرياتيف يكون بمجال تنظيمي، بمجال تفكيري، حتى بالماتماتيك في كرياتيفيتي، وبكل المجالات المختلفة في كرياتيفيتي. في انسان احيانا بيكون شغلته يحل مشاكل وبيكون كرياتيف بهذا الموضوع، في انسان بيكون بيصور كمان بيكون كرياتيف بهذا الموضوع. فالكرياتيفيتي ما بتنشق على ميله واحده، بتنشق على كل الميلات حسب انه نكون نحن تقنين العمل اللي احنا عم نشتغل عليه. هحكي شوي صغير اول شيء عن موضوع البروديوسر. دور البروديوسر شو دوره وشو وجوده؟ دور البروديوسر هو شخص بيوزع مهامات بعمل الانتاج اللي بينشغل، واكثر شيء بتكون العلاقه المباشره مع الزبون والعلاقه المباشره مع فريق العمل. هو اللي بيعطي المهامات للمخرج ولمدير التصوير، وحتى كمان ببعض الحملات الاعلانيه ممكن تكون بس فوتوغرافي. الشق كونه نحن اليوم عم نحكي بس عن شق الفوتوغرافي، فممكن يكون في بروديوسر عم يشتغل
هو صلة الوصل بين الزبون وبين الفوتوغرافر. يوجلي أغلبية المصورين بيكون عندهم شق عاطفي زيادة, بيطلعوا عاطفي, they express their feelings بالفوتوغرافي وبالصورة وبالكونسبت وبالمود. فلهيك ما بيقدر يكون كتير الفوتوغرافر عامل بشق البزنس, لهيك بيجي دور موضوع البروديوسر أو البرودكشن مانجر. البروديوسر بيكون أكتر من ميلة التنظيم, ميلة العلاقات مع الـ مع الـ مع الزبون مثل ما قلنا, وهو اللي بيكون همزة الوصل بين فريق العمل وبين الزبون. فلهيك صعب جدا أنه أنت تضطر تحمل ناس, بتقدر تقرب وجهات نظر, أحيانا بتكون وجهات نظر كتير مختلفة, فبيكون بنظري صعب وبنفس الوقت لذيذ إذا أنت بتحب هذا الدومين وبتآمن فيه. لح أحكي عن الشق الثاني. عفوا قبل ما أنقل على الشق الثاني, أنا لألكم هيك قصة سريعة بهذا المجال. أنا بلشت تحالي واليوم نحن فريق عمل صار تقريبا 18 ل19 شخص, منهم ماركتيرز ومنهم أدبترز ومنهم فيديوغرافرز ومنهم فوتوغرافرز, وكلياتنا بإنتاجي عائلي. وهذا الشيء اللي بعتبره أنا جزء من النجاح, أنه أهم من أنه نحن كترنا وصرنا كتار, نحن عائلة ومنآمن ببعض ومنآمن بقدرات بعض كتير. أما عن الشيء الثاني اللي حأحكي فيه عن الدرون فوتوغرافي, بالنسبة للمو تكنيك اللي حكي عنه عبدالله واللي حكي عنه فينتي, شرحوا لكم شو الأيزو والأبرتشر وهالأمور. أنا بشوية صغيرة بالفوتوغرافي, بالدرون فوتوغرافي بيختلف الموضوع نتفة صغيرة. بالدرون فوتوغرافي بيعتمد كتير على, مش بتعتمد كتير على, ما فينا نعتمد على ضوء غير الضوء الناتشرال لايت, لانه الدرون ما بتطير الا يعني فينا نطيرها بمحلات ضيقه وصعبه شوي صغيره, بس ما بتخدمنا بكل الحالات. مين اللي اكثر شيء هي تخدم على مناطق ومناظر طبيعيه وحتى على تصوير قصص خارجيه يعني outdoor photography. فلهيك تعتمد على هذا التايب, بدك ما في عندك حل ثاني غير انك تستعمل اللايت الناتشرال. بموضوع الفوتوغرافي بالدرون, بلشت أنا كهاوي بهذه الشغلة. كنت أنا عم اشتغل بمجال الإنتاج وتعرفت على الدرون, فحبيت هيك أنه لقيت شيء بيشبه اللعبة, حبيت أني فوت أتعلم عليه. سو بلشت طير درون أكتر, بلشت فوت أكتر, أتعلم أكتر, أحضر يوتيوب أكتر, تابع صفحات بتنزل صور بس خاصة بالدرون, وبلشت أتصور مناظر طبيعية. أول فترة ما كنت أعرف حالي شو عم خبص, يعني صور صورة أيزو غلط, ما أعرف وصل رسالة بالصورة, ما أعرف وصل فكرة بالصورة, ما أستعمل كتير الرول أوف ثيرد مثل ما خبركن عنه فينتي, ما أستعمل الأيزو والأبرتشر مظبوط مثل ما خبركن عنه عبدالله. لبعدين عويت حالي بالتكنيك أكتر, استفدت أكتر من زملائي طبعا, علموني أكتر تكنيك بموضوع الفوتوغرافي, لأنه أنا مش فوتوغرافر بس, أنا قلت لكم بالأساس مدير إنتاج ومنتج. فقدرت استفاد من هيدي الخبرة وكيف استعمل السيتنجز تبع الكاميرا الدرون, وقدر أطبقها أكتر على الواقع الطبيعي. بعدين اعتمدت على الرولز مثل ما قال زياد, نكسر الرولز بمطارح مختلفة, بيكون في فكرة أو رسالة معينة بدنا نوصلها. وصور بلشوا أني صور مناظر طبيعية ما أخذوا صدى لحديت ما أجت صورة 17 تشرين. ثورة 17 تشرين عملت لي نقلة بمجال الدرون فوتوغرافي, لأنه أنا بدي أخبركم خبرية. نهار أي شخص عم يصور صورة منه مآمن أو ما عنده الإيمان الكامل بالرسالة اللي بده يوصلها للناس, ما حيقدر يوصل للمحل اللي هو بده إياه. إكزاكتلي, كنت عم نزل بصور بقلبي وكنت عم صور بشغف. هاي المصلحة كتير بدها, قلت لكم بدها عاطفة وبدها مشاعر كتير لتقدر توصل الفكرة اللي بدك إياها. فب 17 تشرين بعتقد أغلبية الناس كان عندها كتير مشاعر وإيمان بالقضية اللي كانت عم تصير, هي قضية وطن يعني, إيمان بالوطن وإيمان بالتغيير, إنه نقدر نغير وطننا ونوصل لمحل تاني. فأنا كنت عم بظهر مشاعري بالصور المسيرة, بالطائرة المسيرة. بلشت صور ب 17 تشرين أول يوم نزلت, صورت بالتليفون. لما صورت بالتليفون صورة لولد صغير حامل علم لبناني وبيو حامله, صورة كانت تحكي قصة انه ولد صغير موجود بقلب ساحة النور ورافع علم لبناني وعم بيصور صورة. انا بعتذر مني عملكم شير سكرين لضيقة الوقت,
فهيدي الصورة اكتشفت انه لما نزلتها على الانستغرام عندي على الستوري بلاقي كتير بلش في تفاعل كتير كبير من الناس. طلعت هيك قلت انه ليش نحن يعني بمنطقة طرابلس تحديدا ما موجودة عنا. نزلت الدرون تبعي بتاني يوم وبلشت صور. اول صورة صورت هي الهدف منها اني ابرز ساحة النور وابرز الناس المجموعة اللي موجودة داخلها. بلشت صور صور بعيدة كتير لأرجع كمية العدد الموجودة أكتر قبل ما فوت وقرب بالكاميرا الدرون على الناس وبلش انقل فكرة أو رسالة معينة من الناس اللي موجودين على الأرض. لا أول شيء بلشت بصور من بعيد كتير لأرجع ساحة النور لحدد المنطقة اللي موجودة ولأرجع كمية العدد الناس اللي موجودة. صار في تفاعل غريب يعني صار في شير ومتابعة غريبة. هذا الشيء أعطاني دافع أكثر أني أنا أنزل قصة أعطي قصص أكثر وأخبر قصص أكثر عن شو عم بيصير بالدرون لأنه هي new perspective بالنسبة لأننا نحن نشوف مظاهرات من فوق يعني نحن بالعادة نشوف مظاهرات من صور من تحت. فكانت هيدي هي اللي عطت الفرق أنه قدرنا بتريك واحدة هيدي من خبرتي كبروديوسر أنه أنا كبروديوسر بعرف الناس شو بتحب تشوف وبعرف الناس شو بهمها تشوف. استعملت التكنيك تبعي بالدرون فوتوغرافي وقدرت انزل اعمل حاله مختلفه. من اول يوم لتاني يوم بلشت وسائل الاعلام تحكي معي بلشت التليفونات ترن لي طلب مني مقابله على سكاي نيوز نزلت على سكاي نيوز. تاني يوم بسمع بمقابله على سي ان ان طلعنا على سي ان ان وعلى محطات محليه وعلى محطات بالصين وعلى محطات بماليزيا وعلى محطات باندونيسيا وعملت لي فعلا نقلة نوعية لأني كنت أنا عم بصور شيء هادف يعني مثل ما قالكم زياد نهار اللي أنتوا بدكم تصوروا شيء بدكم تصوروا قصة بدكم تصوروا رسالة معينة. هذه مهنة التصوير هي لأنك تعكس صورة بس غير معبرة أو ما لها سوق أو ما لها قصة. أنت عم تصور شيء لنفسك ما عم تصور شيء لجمهور يقدر يحضره أو يتابع أو يشوفه. فنهار اللي أنت بدك تفوت بعالم الفوتوغرافي بدك تركز على أنه لتعرف حالك إذا بدك تنجح بدك توصل فكرة وبدك توصل قصة وبده يكون عندك رسالة. ومثل ما قلنا كمان هي عبارة عن إظهار مشاعر للناس بأنك أنت تعبر على طريقتك بالتعبير هو أنك تكون بتصور صورة حلوة. هاي الصورة حلوة ممكن ناس كتير يفهموها ممكن ناس ما يفهموها ممكن حدا تاني يفهمها بطريقة مختلفة. هون بتدخل الفلسفة أكتر بعالم الفن مثل ما خبركم زياد عن الصورة اللي كان حاطط الرول الثرد على الرقبة لأنه هي بتعطي ضعف. فمثل ما قال أنه في فلسفة كسر الرول ليأرجي فلسفة معينة. فأنا حبيت هيك to share my experience with you وكمان كمان زملائي عبد الله وزياد كمان حكوكم تكنيك وحكيت انا هيك شوي قصه ما بعرف اذا حبيتوها. بتمنى انه نكون احنا وصلنا رساله من انتاجي كفريق عمل كلياتنا احنا كيف بنشتغل وكيف بنآمن. وهيدي المهنه صراحه كل ما تعطوها وكل ما تآمنوا فيها وكل ما تعرفوا تبرزوا فيها مشاعركم كل ما انتم قادرين توصلوا لمحل ما بتتخيلوه وتتعلموا في مهنة جديدة بالحياة مهنة قادرين تعبروا فيها بمشاعر وبفن وبحب. شكرا لكم شكرا على هذه الفرصة أنه نحن كنا معكم اليوم. عمر شكرا كتير لك أنت وزياد بنتي وعبد الله يلي ما قدر كفى معنا. عن جد كانت جلسة كتير رائعة وفيها كتير معلومات مفيدة للناس. بدي بس اعتذر شوي من الناس يلي كمان اليوم كانت مفكرة أنه استشن على الخمسة كان في ناس بعضهم كانوا هلأ عم يحكوني مفكرين على الخمسة ومتحمسين فلقى اليوم نحن شوي غشيناكم كنا على الساعة 4 بس ليلي بيحب يرجع يحضر استشن أنا وديت هلأ كتير لينكس. أول شيء هي registration form إذا بتحبوا نرجع نبعث لكم السيشن. كمان السيشن هلأ هي لايف على فيسبوك فمن بعد ما يخلص هيدا اللايف حتضل على فيسبوك فيكم تحضروها. إضافة وديت لكم كل شيء social media لإنتاجي تيم لعمر لبنتي ولعبد الله. فاللي بيحب يفوت ويشوف هني شو بيعملوا شو بيشتغلوا اللينك صاروا كلهم عنكم. نحن تقريبا هلأ عم نختم. أنا بس حابة أتشكر كل يلي حضرونا اليوم وإنتاجي تيم عن جد الله يعطيكم ألف ألف عافية. مرسي.
اوكي. في حدا هيك لسه شيء عنده أسئلة قبل ما نختم على الأخير؟ يمكن من شوي كان في حدا عنده سؤال لفينتي. يس يس رديت عليه. مش اوكي كثير منيح. اوكي عم نشوف بس ثانك يو من الكل يلي عم يحضرونا، فثانك يو اجان للجميع ونشوفكم على خير. شكرا. نتمنى انه يكون عن جد الناس استفادت شيء من هيدي القعده، ونحن لوكينج فورورد، واي حدا بيحب يتواصل معنا بالمباشر على اي نصيحه على اي معلومه، حتى اذا بيحبوا يتعرفوا اكثر على انتاجي نحن جاهزين اذا الله. شكرا كثير لكم. باي باي باي.